اتفرجت عليه تاني او اعمل فيديو على يوتيوب بس عشان اتاكد من الكلام اللي بيتقال. وتاني انا اوعدكم ان احنا مش هنقفل المؤتمر النهارده وهنروح بيوت، احنا مكملين زي ما قلت معالي الوزراء امبارح المجموعه الاقتصاديه المكونه من قطاع خاص حتى كل حاجه خاصه بالقضيه الاقتصاديه، وهنحاول بقدر الامكان ان احنا نساعد الحكومه كل وزير موجود، هنساعد كل الامكانيات اللي عندنا كقطاع خاص وكافراد. النهارده احنا عندنا ثلاث ملفات من اهم الملفات الموجوده في الاقتصاد المصري، وهي السياحه وهي الصناعه والنفط ثيرد بارتي لوجيستكس. ومعانا طبعا في ناس متاخره ولكن مش مشكله، احنا عندنا معانا معالي الوزير ومديرنا الخفيف، انا رايح هنحاول ان احنا نفهم اكثر توجه التجاره بتاعتنا. وانا شخصيا لو حضرتك معالي الوزير المال جي تي ام معناها جلوبال تريد ماترز، وهو ده كان الفكر الاساسي ورا الثينك تانك جلوبال تريد ماترز، كان ان احنا نبص على كل الفئات التجاريه الموجوده في مصر المدينه ومدى تاثيرها على القطاع العام والقطاع الخاص ولا المجتمع. هل ممكن ان احنا نقدر يعني نعيد مسيره الفئه دي نشوف مصلحتنا في ايه؟ حضرتك عارف ان الاسوسيشن اجريمنت بتاع الاسمنت سكيدجول تمام بدا ان هو نوصل لزيرو كاست انرجي، فلو حضرتك بس تديني فكره توجهات الوزاره في الفتره دي مع الافكار الصناعيه هنقدر نظبط التجاره بتاعتنا ازاي؟ اشكرك على هذا السؤال لان السؤال بيطرح كل يوم وكان كل ساعه. دعونا نبدا من البدايه. لماذا هذه الاتفاقية تتكلم؟ التجارب العالمية أثبتت، تجارب يعني الخبرات أثبتت أن الدول التي انفتحت على العالم تجاريا والتي حررت تجارتها الخارجية نمت أسرع من تلك التي انغلقت على نفسها. ما بقولش ان انغلقت على نفسها ما نمتش، انما بقول انه ان انفتحت نمت اسرع من تلك التي انغلقت على نفسها. طب ما هي بقى الخطه اللي احنا بنبتدي الفتره دي او المجتمعات الصناعيه اللي بقى خارج نطاق المجتمعات الصناعيه والمجتمعات الصناعيه؟ بالتاكيد يعني لو كنا بنقول ان التحدي الكبير النهارده قدام الطاقه والميه، ولكن هناك تحدي اكبر اللي هو جوده حياه الانسان المصري ومعدل الزياده السكانيه اللي هي زادت عن 2% النهارده 2.03%، معنى كده ان خلال 40 سنه عدد سكان مصر سيتضاعف، يعني مع تفاعل ممكن مع برنامج قومي للسيطره على زياده السكان ممكن نصل الى فوق 150 مليون. الواقع المؤلم ان مساحه مصر مليون كيلومتر، احنا عايشين على في حدود 50,000 كيلومتر مربع، يعني 5% بلس. الواقع المؤلم الاخر ان هذا العام والعام اللي فات، يعني خلال الفتره القليله اللي فاتت 36,000 فدان من اقوى الاراضي الزراعيه تاكل. اذا ليس امامنا غير تنميه مجتمعات وطنيه جديده اللي هي بدات الحقيقه من اكثر من 30 سنه. معالي وزير السياحة من حيث الكلام ده خليني ابتدي ان اسالك سؤال، يعني ضرب باذنك بيع حضري، هل في اختلاف اهتمام بالنسبه للحكومه عن في قطاع السياحه؟ ده من الاول. اثنين، لو هذا يعني كيف لا صناعي انا عايش فيه بالست شكرا على السؤال. صباح الخير جميعا، انا اعتذر من الاخر شويه.
كتير. لازم مدير بيه. لا هو الفرق الجوهري ما اقدرش ادعي ان الحكومه السابقه كانت ضد السياحه. لا مش صحيح، ما كانتش حتى شفتها في الملف في الحكومه اللي فاتت على الاقل طوال الفتره اللي انا ما كانش في الناس متصوره. انما الفرق الجوهري ان المناخ العام مختلف تماما. المناخ العام كان موجود خلى بعض التيارات الاسلاميه موجود على الساحه زي بعض الاصوات المتطرفه من المسيحيين دعوه انواع السياحه مهياش كانت رسائل جيده. كان الواحد بياخد شغل كله عشان خاطر ان هو يبتدي يجاوب على اسئله الحاجات دي. الطاقه الانرجي كان المفروض تتحط في الشغل كانت بتروح دفاعا عن ان دي اصوات فرديه ودي اصوات لا تعبر عن وجهه نظر الدوله والحكومه ولا فكان لو ما هواش حاضن في السياحه ولا كونديوسف على ان هو يعمل شغل. انما بشكل مباشر هل كان ضد السياحه؟ لا، لكن كان في اصوات مزايدين ولا يلحقوا موقف من الحكومه تقول لا الكلام ده لا يعبر عن راي الحكومه ولا يعبر عن توقفها.